النهاردة أنا كنت عايزة أحكي لكم على مشهد. المشهد ده مترسخ في عقلي من ساعة ما شفته. هو مشهد استشهاد البطل الشهيد أحمد حافظ شوشة. أنا لما اتفرجت على الحلقة بتاعت الاختيار، هو في كذا مشهد في الملحمة بتاعت الواحات دي وجعني قوي يعني، وفضل مأثر عليا فترة. فأنا المشهد لما هو كانوا نزلوا اللي هم الخونة دولت، نزلوا بقى المكان بتوع الأبطال الشهداء يتفقدوا الجثث بتاعتهم يعني، فمسك عسكري وقال له شاوري على الضباط، قال له احنا ما تقتلوش عساكر وسيبيهم عشان يحكوا اللي هم شافوه، يعني عايزين يعملوا لنا حلقة رعب يعني. فمسك عسكري كده وقال له، زعق له بقوة قال له شاوري على الضباط. فطلع البطل الشهيد أحمد حافظ شوشه وقال له ايه وانت فاكره خان زيك؟ قال له انا بقى ضابط واسمي احمد شوشه. على طول ضربوه بطلقتين الله يرحمه. الموقف ده يعني فضلت افكر كده يعني بحكم شغلي، ايه الشجاعه دي؟ يعني كان ممكن خلاص يسكت، او مش يعني او مثلا ما يكلمش يعني. هو خلاص يعني هم كل زمايله استشهدوا وما فيش في ايده حاجه تحصل، لانه كان كل الذخيره بتاعتهم خلصت. قعدت افكر قد ايه هو كرامته ست نفسه كبريائه، لا انا مش جبان انا شجاع على فكره. فقعدت افكر هو برج ايه. عايزه اقول لكم ان افضل 3 ايام ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا اعمل سيرش، مش ما لقيتش الاكونت بتاعه، مش لاقي اي حاجه لحد ما عرفت وتوصلت وعرفت هو برج ايه. فعايزه اقول لكم هو فعلا يعني انا كنت متاكده ان هو شخصيه قياديه، متاكده ان هو شخصيه قويه، متاكده ان هو شخصيه ليها عزه نفس وكرامه وكبرياء. يعني هو ما قبلش على نفسه، مع ان انا كراشة شايفة ان هو كان ممكن يفضل عايش يعني، او ان هو خلاص هو اكيد عسكري ما كانش هقول ان ده ظابط. بس هو ما قبلهاش على نفسه. البطل الشهيد الله يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر اهله، احمد حافظ شوشة كان برج الجدي، كان من مواليد 9/1 او 9 يناير 1995، يعتبر هو اصغر الشهداء سنة 2017، اصغر شهيد في مأمورية الواحات. برج الجدي شخصية قوية، شخصية قيادية، شخصية بيحب شغله قوي، شخصية طموحة. يعني انا شفت الفيديوز على اليوتيوب عنه قد ايه ان هو كان بيحب عنده كورسز وعنده شهادات وبيحب يتعلم وبيحب يكتسب مهارات جديدة. في علاقة احمد شوشة الله يرحمه ببرج الجدي علاقة قوية جدا يعني. يا جماعة برج الجدي فيه محمد أنور السادات الله يرحمه وجمال عبد الناصر، فهو برج القادة، برج الشجاعة، برج الشخصية القوية، برج الشخصية القيادية، برج الكرامة، برج عزة النفس. فعلا هو برج الجدي. فتحية يعني لي، وتحية هو حتى الكلب اللي هو اللي كان اسمه ايه ده، اللي هو اسمه الخاين ده، اللي نزل يقول له تعالى شاورلي على الضباط، لما اتقتل قال له قاتلت بضراوة. يعني عارف انت لما هو خصمه القذر ده يعني يثني عليه ويقول له قاتلت بضراوة، يعني انت محارب وشجاع لحد اخر قطرة في دمك. وحتى هو كمان لما العسكري وقع هو كان عمال بيحاول ينقذه، شد الحبل بتاع البندقية او السلاح بتاعه، قاعد كان بيحاول ينقذ عسكري. ولما الذخيره بتاعته خلصت، ده اللي انا شفته في المسلسل، كان بياخد الاسلحه بتاعه الشهداء وبيضرب بيها، اللي هو قعد يقاتل لحد اخر لحظه، هو اخر شهيد في ملحمه الواحات. يعني يا جماعه يا ريت بجد ندعي لهم بالرحمه، وندعي لهم ونفضل ندعي لهم. يعني إذا انقطع عمل ابن آدم من الدنيا، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا 3. فياريت نقعد ندعي لهم كأننا يعني ولد صالح يدعو له. فإحنا لو لازم نفضل ندعي للشهداء دولت والأبطال دولت، لأن بسببهم إحنا عايشين دلوقتي في أمان. سنة 2017 لما حصلت الحادثة دي وكل ده بيحصل، محدش كان يعرف قبل ما الحادثة تحصل. كنا كلنا قاعدين ماسكين الفيسبوك وماسكين الانستجرام وقاعدين عادي عايشين حياتنا، ما كانش حد عارف. لو كانت الأسلحة والذخيرة والكمية الأسلحة دي وصلت القاهرة، شوفوا الخراب اللي كان هيحصل.
عشان كده مش عايزين نسمح لأي حد في الدنيا يلعب في دماغنا التاني ويحاول يوقع ما بيننا، أو يحاول يلعب في العلاقة ما بين المواطن المصري وما بين الجيش والشرطة بتاعته. يعني الله يرحمه يا رب، هو كل الشهداء بتوع مصر وكل الشهداء بتوعنا، سواء في ملحمة الواحات أو في أي جندي استشهد عشان يحافظ على وطنه. بس يعني فاست أنا بجد الموضوع كان، أنا لما اكتشفت نوع برج الجدي حبيت أحكي لكم يعني عن برج الجدي، وأن أنا بجد الموضوع كان كنت عايز أعرف هو إيش مين الشجاع البطل، إيه الشخصية دي يعني. فالمشهد ده والمشهد بتاع شاهد الإسلام ده مش قادرة أخرجه برا دماغي. شكرا مسلسل الاختيار 2، شكرا لكل أبطال العمل، وشكرا للأبطال الحقيقيين اللي ضحوا بحياتهم علشاننا. مع السلامة.